السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم متابعينا. النهاردة هنكلم حضراتكم عن موضوع مهم جدا لكل صاحب مزرعة أو لكل واحد عايز يبدأ مزرعة جديدة أو حتى في بيت بتربي في مكان صغير في داخل بيتها. النهاردة هنكلم حضراتكم عن علاج بعض الحالات المرضية الشائعة التي تستجيب للمضادات الحيوية. أول حالة ممكن نشوفها إسهال مع خمول وتدلي الأجنحة وانتفاش الريش وصعوبة الحركة في الكتاكيت مع التهاب الطرة. طبعا الأعراض دي كلها بتكون اشتباه سالمونيلا أو إيكولاي. في الطيور البالغة بيكون إسهال شديد مع انخفاض في إنتاج البيض. طيب العلاج إيه؟ العلاج بيكون عبارة عن أمبسلين 20%، بيضاف 2 جرام منه لكل 1 لتر ماء شرب، وده لمدة 5 أيام كل 12 ساعة يوميا. أو ممكن ننزل دوكتي تايكلين 50% بمعدل 1 جرام لكل لتر ماء شرب لمدة 5 أيام كل 12 ساعة يوميا، أو مخلوط عبارة عن نيوميتن زائد كولتين بمعدل 2 جرام نيوميتن 1 جرام كولتين لكل لتر ماء شرب لمدة 5 أيام، أو فلوكساتين بمعدل 2 جرام كل لتر ماء شرب لمدة 5 أيام. طيب الحالة الثانية اللي ممكن نشوفها عبارة عن إسهال مصفر مع ضعف عام وعرج وأحيانا تورم المفاصل، ودي بتكون اشتباه إصابة بالميكروب العنقودي. العلاج بتاعها بيكون عبارة عن أمبسلين بمعدل 2 جرام كل لتر ماء شرب لمدة 5 أيام كل 12 ساعة يوميا، أو إنروفلوكتاتين بمعدل 2 سنتي لكل لتر ماء كل 5 أيام متتالية. طبعا بالإضافة إن إحنا بنحقن إنروفلوكتاتين بمعدل من 0.5 إلى 1 سنتي لكل كيلو حي من وزن الجسم، ده لمدة 3 أيام، أو بنحط بنسلين مع إضافة زنك باستراتين على العلف، وده بمعدل 50 جرام لكل كيلو علف لمدة 10 أيام. طيب الحالة اللي ممكن نشوفها في الدجاج البالغ، إسهال أصفر مع خمول الطيور وتميل إلى النعاس وضرقد بعض الطيور وتمد رأسها على الأرض إلى الأمام مع صعوبة في التنفس وتغير لون العرف والدلايتان إلى اللون القرمزي وتلتهب الدلايات وتتورم، وده هنا بيكون اشتباه كوليرا. علاجها بيضاف على العلف كلورو تتراتيكلين كل 50 كيلو جرام علف، وده لمدة من 7 إلى 14 يوم، أو أوكسي تتراتيكلين 2 جرام زائد طلفة ديميدين ربع جرام لكل لتر ماء لمدة 5 أيام، ويكرر العلاج كل شهر، حيث الإصابة غالبا متكررة. أو ممكن نضيف سيبروفلوكتاتين بمعدل 2 جرام كل لتر ماء لمدة 5 أيام. طيب الحالة الرابعة، في الرومي بتظهر الأعراض السابقة مع إسهال مائي لونه أصفر مخضر، وجود إفرازات مخاطية على فتحتي الأنف تؤدي إلى صعوبة التنفس وتلتهب الرقبة والرأس، وهو عرض مميز لمرض الجمرة بالرومي، وده العلاج بتاعها بيضاف أمبتلين أو أموكسيتيلين 20% بمعدل 2 جرام كل لتر لمدة 5 أيام، وبنحقن بنسلين 10,000 وحدة دولية كل كيلو جرام وزن حي 2 إلى 3 مرات. الحالة الخامسة، إسهال مختلط بالدم مع ضعف حيوية الطيور وينتفش الريش وتمتنع بعض الطيور عن الأكل مع ظهور حالات شبه أنيميا على العرف والدلايات مع تأخر الطيور في النمو، وهنا بتكون اشتباه كوكتيديا الدجاج. العلاج يجب بصفة مستمرة وضع مضادات كوكتيديا على العلف زي الكوكتيدوستات 50 جرام كل 50 كيلو علف أو أمبرول. عند ظهور الأعراض المبينة يضاف أمبروليوم 2 سنتي لكل لتر ماء بصفة مستمرة، وده لمدة 5 أيام متتالية. بنضيف معاها فيتامين كاف 3 بمعدل 1 جرام لكل لتر ماء لمدة 5 أيام، زائد ألف دال 3 ه بمعدل 1 سنتي كل لتر، أو مخلوط من صلفة ربع جرام زائد أمبروليوم 1 جرام لكل لتر ماء لمدة 5 أيام. الحالة الثالثة، تورم الجيوب الأنفية
مع إفرازات مخاطية من الأنف، تطب فتحتي الأنف وتلتهب العين وتلتصق الجفون ويقل وزن الطائر بسبب الامتناع عن الأكل. وبنلاحظ كمان حشرجة عطسة ويقل إنتاج البيض، وده بتكون اشتباه حاجة اسمها كريضة. العلاج بتاعها أموكسيسيلين 20% بمعدل 2 جرام كل لتر ماء لمدة 5 أيام كل 12 ساعة يوميا على الأقل، أو أوكسي تتراسايكلين 20% بمعدل 2 جرام، أو ممكن ننزل إنروفلوكساتين بمعدل 1 ملي كل لتر ماء لمدة 5 أيام، مع حقن الطيور أيضا إنروفلوكساتين بمعدل 0.5 ملي كل كيلو جرام حي مرتين أو 3 مرات يوميا. الحالة التابعة أعراض تنفسية خفيفة ونفوق محدود، وهنا بيكون اشتباه ميكوبلازما أو حشرجة وصعوبة في التنفس وإفرازات حول العين والأنف ونقص في استهلاك العلف، ويتوقف النمو مع ارتفاع معدل النفوق ونقص في إنتاج البيض، وده اشتباه ميكوبلازما مركبة اللي هي بنسميها PRD. المرض التنفسي المزمن ميكوبلازما مع عدوى ثانوية. طيب العلاج، اسبتين وميتم بمعدل 0.5 جرام كل لتر ماء لمدة 5 أيام زائد ألف دال 3 ه بمعدل 1 سنتي كل لتر ماء لمدة 5 أيام، أو دوكسي تايكلين 50% بمعدل 1 جرام كل لتر ماء لمدة 5 أيام، أو فلوكتاتين بمعدل 2 سنتي كل لتر لمدة 5 أيام، أو ممكن نحقن تيلوربين 1 إلى 2 سنتي لكل طائر مرتين إلى 3 مرات، أو حقن كل طائر مرتين أو 3 مرات. ده بالإضافة إلى أوكسي تتراسيكلين 50% بمعدل 100 جرام كل 50 كيلو علف. الحالة الثامنة والأخيرة، أعراض أخرى للميكوبلازما بتظهر على الكتاكيت، أعراض الخمول وتعب الأرجل وضعفها أو جلوسها المستمر، تضخم مفاصل الكعب والأرجل والزرق لونه أخضر، وده نفس العلاج السابق. ودلوقتي هسيب لحضراتكم صور لجدول فيه الأعراض والعلاج لمختصر الكلام اللي احنا أخدناه. هسيبكم مع الصور. ده كان موضوعنا عن علاج بعض الحالات المرضية الشائعة اللي بتستجيب للمضادات الحيوية. في النهاية بشكركم لحسن المتابعة، لو عجبك الفيديو دوس لايك وما تنساش تشترك في القناة وتفعل الجرس.
حتى يطلق كل جديد وحصري من قناتنا. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.